الأصحاح الحادي عشر. ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحالما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا ما ركب عليه أحد، فحلا رباطه وجيئا به، وإن سألكما أحد لماذا تفعلان هذا فقولا: الرب محتاج إليه وسيعيده إلى هنا في الحال. فذهب التلميذان فوجدا جحشا مربوطا عند باب على الطريق، فحلا رباطه. فسألهما بعض الذين كانوا هناك: ما بالكما تحلان رباط الجحش؟ فقالا لهم كما أوصاهما يسوع، فتركوهما. فجاء التلميذان بالجحش إلى يسوع ووضعا ثوبيهما عليه فركبه، وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصانا من الحقول، وكان الذين يتقدمون يسوع والذين يتبعون يهتفون: المجد لله، تبارك الآتي باسم الرب، تباركت المملكة الآتية، مملكة أبينا داود، المجد في العلا. ودخل يسوع أورشليم والهيكل ونظر كل شيء فيه، وكان الوقت فات، فخرج إلى بيت عنيا مع التلاميذ الاثني عشر. ولما خرجوا في الغد من بيت عنيا أحس بالجوع، ورأى عن بعد شجرة تين مورقة فقصدها راجيا أن يجد عليها بعض الثمر. فلما وصل إليها ما وجد عليها غير الورق، لأن وقت التين ما حان بعد. فقال لها: لا يأكل أحد ثمرا منك إلى الأبد. وسمع تلاميذه ما قال وجاءوا إلى أورشليم. فدخل الهيكل وأخذ يطرد الذين يبيعون ويشترون فيه، وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، ومنع كل من يحمل بضاعة أن يمر من داخل الهيكل، وأخذ يعلمهم فيقول: أما جاء في الكتاب: بيت بيت صلاة لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة هذا الكلام، فتشاوروا كيف يقتلونه، وكانوا يخافونه لأن الشعب كله كان معجبا بتعليمه. وعند المساء خرجوا من المدينة، وبينما هم راجعون في الصباح رأوا شجرة التين يابسة من أصولها، وتذكر بطرس كلام يسوع فقال له: انظر يا معلم، التينة التي لعنتها يبست. فقال لهم يسوع: آمنوا بالله، الحق أقول لكم، من قال لهذا الجبل قم وانطرح في البحر وهو لا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما يقوله سيكون، تم له ذلك. ولهذا أقول لكم، كل ما تطلبونه في صلواتكم آمنوا بأنكم نلتموه يتم لكم. وإذا قمتم للصلاة وكان لكم شيء على أحد فاغفروا له، حتى يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. وإن كنتم لا تغفرون للآخرين لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. ورجعوا إلى أورشليم، وبينما هو يتمشى في الهيكل جاء إليه رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وشيوخ الشعب، فقالوا له: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ بل من أعطاك السلطة لتعملها؟ فأجابهم يسوع: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، أجيبوني فأقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية؟ أمن السماء أم من الناس؟ فقالوا في أنفسهم: إن قلنا من الله يقول، فلماذا ما أمنتم به؟ فهل نقول من الناس؟ لكنهم كانوا يخافون الشعب، لأن الشعب كله كان مقتنعا بأن يوحنا نبي. فأجابوا يسوع: لا نعرف. فقال لهم يسوع: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال.